الحرية، يقال أنها قصة بالأصل العربية. نعرف الحقيقة من خلال الفيديو القادم. من هي سيدة تمثال الحرية؟ سميرة مثل بابلية، أم ملكة رومانية، أم فلاحة مصرية؟ تمثال الحرية رمز الولايات المتحدة الأمريكية، هو منحوت كلاسيكي مذهل، نحت بالقرب من جزيرة ليبرتي في مدينة نيويورك. تم تصميم هذا التمثال كهدية من شعب فرنسا إلى شعب الولايات المتحدة من قبل النحات الفرنسي فريدريك، وبني من قبل غوستاف إيفل في 28 تشرين الأول 1886، وهو تمثال يرمز إلى الديمقراطية أو الفكر الليبرالي الحر، ويجسد سيدة تحررت من قيود الاستبداد التي ألقيت عند إحدى قدميها سلاسل. تمسك هذه السيدة في يدها اليمنى مشعلا يرمز للحرية، بينما تحمل في يدها اليسرى كتابا نقش عليه بأحرف رومانية جملة 4 يوليو 1776. فمن هي هذه السيدة التي رمز إليها النحات كرمز الحرية في العالم؟ يذهب الكاتب محمد حنفي في كتابه أنثى الشيطان بأن التمثال يعد تجسيدا للمعبودة سمير عميس، بينما قالوا إنها الإلهة جونو الرومانية، لكنها في الواقع لم تكن حاملة للمشعل سوى معبودة الشمس وحاملة النور الروماني هيليوس عارة بابل القديمة التي أصبحت على قمة العالم. فيما يذهب البعض على أن سميراميس حكمت الإمبراطورية الأشورية لمدة 42 عاما بشكل عام، لكنها لم تحكم هذه الفترة بمفردها، وإنما كان بالتقاسم مع زوجها الملك، إلا أنها حكمت بمفردها 5 سنوات بعد وفاته. ويذهب البعض إلى أن التمثال يعود لفلاحة مصرية في عام 1869. قام فريدريك مصمم التمثال حيث قدم هذا النموذج المصغر لمنارة على شكل فلاحة مصرية مسلمة تلبس الثوب الطويل، ترفع يدها حاملة شعلة يخرج منها ضوء لإرشاد السفن، وتحمل شعار مصر تحمل الضوء لآسيا، لكن الخديوي إسماعيل رفضه بسبب ارتفاع تكلفته في ذلك الوقت.